قامت جمعية الهلال الأحمر فرع بورسعيد بتعبئة 4 شاحنات ضمن قوافل المساعدات التي تقوم بها الدولة لمساعدة أهالي قطاع غزة في فلسطين. وبدأ متطوع الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع إحدى الجمعيات في تعبئة المساعدات التي تشتمل على مواد غذائية وملابس ومستلزمات طبية، تمهيدا لنقلها إلى مدينة العريش للعبور عن طريق معبر رفح إلى الأراضي الفلسطينية. المواد الغازية متمثلة في جميع الملبوسات الشتوية نظرا لقرب موسم الشتاء، أو إحنا بمعنى أصح في موسم الشتاء، بالإضافة إلى جميع المواد الغذائية اللي بيحتاجها الشعب الفلسطيني. إحنا أضفنا كمان حاجة يمكن نضيفها لأول مرة، هي الدقيق، اللي هو ده كان مطلب لهم لأنهم كمان هناك بيعانوا، وكمان اللي بيطلبوا حاجة اسمها الطحين اللي هي حسب مدلوم اللي هو الدقيق. والحمد لله رب العالمين، حضرتك زي ما أنت شايفين كده 4 تريلات موجودين، وإن شاء الله بإذن الله خلال الأسبوع الجاي إن شاء الله هنحمل برضه تريلا. النهارده بنطلع القافلة رقم 4 لأهالينا في غزة. النهارده مطلعين 4 شاحنات مشتملة للدفايات وبطاطين ومعدات غذائية وأدوية طبية ومستلزمات طبية كمان ومحفظات للأطفال، لبن للأطفال بكل الأنواع، وبعتنها بكل حب لأهالينا هناك. بنتمنى ان هي توصل بالسلامة ليهم، واتمنى ان هي توصل في السريع كده علشان يقدروا ان هم يعدوا الأزمة بتاعتهم. النهاردة يمكن شحنة كبيرة وضخمة تضم عدد كبير من المساعدات من المواد الغذائية والأدوية والملابس واحتياجات الشتاء، وكمان الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالعمليات الجراحية والطوارئ بالمستشفيات. يمكن دي سلسلة كاملة من المساعدات اللي بيطلقها الهلال الأحمر المصري عموما في مستوى مصر، جمهورية مصر العربية كلها، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني في الجانب الآخر لبحث الاحتياجات ورفعها وتقديم ما هو لازم لأهلنا في غزة. بشكر ولاد المتطوعين، ودي مش أول أزمة يكونوا فيها من الصفوف الأولى، اللي بيبذلوا جهد مجهود، بيبذلوا عطاء، بيبقوا قاعدين طول النهار معانا رغم ظروفهم ورغم شغلهم. اللي عنده شغل بيخلصه وبيجي يساعدنا، فدي كانت آخر أزمة يقفوا فيها وقفة رجالة معانا، بيقوموا بكل حاجة بيساعدونا فيها، بالتعبئة، بشيل الكراتين طول النهار، بصراحة ما بخلوش علينا بمجهودهم. في البداية بنبدأ نستقبل المعونات اللي بتيجي، بنبدأ نفرزها ونصنفها. طبعا احنا مش بيبقى لما بنيجي نبعت مش بنبعت اي حاجة، هما طبعا بيبقى في تواصل ما بين الهلال الاحمر المصري والهلال الاحمر الفلسطيني، هما بيبعتولنا الاصناف اللي هما محتاجينها بمواصفات معينة، بيطلبوا طريق صلاحية معين، بيطلبوا اصناف معينة. فطبعا احنا بنبدا نستقبل الحاجات دي، نفرزها، نشوفها مطابقه للمواصفات اللي هم طالبينها ولا لا، ونبدا نصنفها ونستبعد الحاجه اللي مش مطابقه او مش مناسبه.